السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا الفيديو هذا اتوقع انه شيء تافه بس مفيد. كثير من الاشخاص يغسل ملابسه ويلبس مكويه وكل شيء، يطلع برا ينصدم بالوسخ اللي يكون على الملابس، تقريبا ممكن من الغساله نفسها او من نفس الملابس طلع وسخ. فجبت لكم حل هو ذا الشيء، تقريبا في السعوديه موجود، مره تقريبا شفته محل بس ما اتذكر اسم المحل. فكره القطعه دي سهله جدا، اتوقع تقدر تسوي ذي الحركه بدون ذي القطعة أصلا. تقدر مثلا باللزقة أو شيء، أول ما تشتريها طبعا جديدة ما راح تكون كذا، بس تشيل أول واحدة، إذا خلص مثلا من أول مرة تقصها يطلع لك اللازق الجديد. إذا كان على ملابسك مثل ما تشوفون هنا الأوساخ دي، تقدر بس تمررها على الملابس. شوف كيف مسكت هنا، طبعا تمشيها لين تشوفها خلاص ما تقوم تمسك، اللاصق اللي فيها يروح بكذا، تشيل اللزقه ذي وتفتح لزقه جديده وتكمل. طبعا حتى على ملابسك كذا، الاشياء اللي تغير ان تكون على نفس الملابس هنا. قبل ما اطلع برا بس امشيها كذا وتروح كل الاوساخ دي الصغيره، وبعد ما تحس انه خلاص خلص الصمغ اللي فيه مثل ما قلت لكم تشيلها كذا. تبدأ مرة ثانية مثل هنا، اتوقع باين الاشياء اللي لاسكة، بس تمشيها كذا. شوفوا كمية الوسخ كيف كان، وبس. طبعا دي القطع يبيعونها عندنا هنا كثير في كل المحلات، بس ما ادري في الدول العربية وين بتحصلها. والله اتذكر اني شفتها في محل في السعودية بس ناسي المحل. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، فيديو خفيف، فلا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، والسلام عليكم.